بغيتي يا اختي البشره ديالك تولي صافيه، بغيتي تهني من التصبغات، تهني من الكلف الى عندك دوك التصبغات ديال اشعه الشمس، او لا البشره ديالك فيها بزاف ديال الرؤوس السوداء، بغيتي تهني حتى من دوك الزروقيه اللي كتكون دايره بالجناب ديال الفم والحبوب والاثار ديالو. اليوم غادي نشارك معك واحد الوصفه اللي انا متاكده انك غتشكريني عليها، النشا والشيبه. هاد الماسك البنات رهيب، تيقضي على التجاعيد، كيجبد البشره، كيحارب الشيخوخه المبكره، كيصفي البشره وكيوحد اللون. اللي شافتك غتسولك اكيد على السر اشنو كديري البشره ديالك، والسر البنات غادي نبارطاجي معاكم اليوم في هاد لا فيديو. مستحيل ديري هاد الماسك هذا وتبقاي تستغني عليه، البشره ديالك كتولي بحال ديال اللي بيبي الصغار، البشره يعني كتولي مفتحه، كتعطيك يعني واحد الاكله هاد الوصفه هذه، كذلك يعني كتعطيك واحد الاضاءه للبشره ديالك. غير تستغني على لي فون دو تاي اللي كتستعملي، غتستغني على اي كريم كتستعملي غادي تستغني عليه، لان هاد الوصفه هذه ما غاديش تحتاجي معاها الفون دو تاي باش تدرقي داك العيوب ديال البشره. هي هاد الوصفه هذه بداتها يعني كتنقي لك البشره ديالك وما كتخليش لك حتى شي مشكل في البشره. المهم وصفه زوينه زوينه البنات بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها. وغادي ندوزو دابا تشوفوا معايا الوصفه وتشوفوا معايا الطريقه وتبعوا معايا الفيديو لقطه بلقطه البنات، هكا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غتستعملوا هذه الوصفه والمكونات. وانا متاكده ان هذا الماسك هذا كاملين غترجعوا تشكروني عليه في هذا لا فيديو. هذا غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا عندنا اول مكون هو الشيبه او الشويلاء، كيسميوها بعشبه مريم. هذه يعني متوفره في هذا الفصل هذا ديال الفصل هذا، يعني كاينه موجوده، كنحضروا بها اتاي، فهي موجوده وصراحه عندها بزاف ديال المنافع، ماشي غير التبييض البشره والعلاج يعني الشيخوخه، وانما عندها بزاف ديال الفوائد. المهم كما كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد العريشات هكا جوج ديال الشيبه كما كتشوفوا معايا. اول حاجه كناخذوا هاد الشيبه كما قلت لكم واحد جوج ديال العريشات، غير تكون جديده يعني تكون مازال جديده، ما تكونش ديك الشيبه لاويه وتكون بدات كتصفار، تكون جديده هكا باش الوصفه تحضروها، يعني لا صايبتوا الوصفه تعطيكم نتيجه. اول حاجه كناخذوا هاد الشيبه وكنغسلوها ضروري اول حاجه، يعني قبل ما غادي نستعملوها في هاد الوصفه غادي نغسلوها. المهم تنغسلوها مزيان وعاد باش غادي نحضروا بها الوصفه ديالنا. هاد الوصفه راه ممكن تطبقوها على الجسم ديالكم بحال الركابي، يعني الاماكن اللي كيكون فيهم داك السواد واللي كتكون فيهم الزروقيه، بحال الركابي، بحال الرجلين، بحال تحت الابطين، كذلك العنق، يعني الاماكن اللي عندكم فيهم تصبغات يعني اليدين، تستعملوا هاد الوصفه هذه. المهم انا غنغسلها دابا، غسلت ديك الشيبه غسلتها كما كتشوفوا معايا ورجعت معاكم. غناخذوا كاس كبير ديال الماء يكون عامر مزيان، كنضيفوه على الشيبه من بعد ما غسلناها. ودابا غادي نديها على النار غنخليها حتى تغلى مزيان تقريبا واحد 20 دقيقه، وغنرجع معاكم ونكملوا ان شاء الله التتمه ديال الوصفه ديالنا. هنا من بعد ما غلات لي الشيبه وكما كتشوفوا ان اللون ديال الماء تغير، غير هكا واحد 20 دقيقه يعني ماشي بزاف الوقت، كنصفيو هاد الشيبه كما كتشوفوا معايا، ناخذوا ليها داك الماء ديالها. ودابا غادي نبداو نحضروا الكريم ديالنا. هنا غنحضروا واحد الكريم اللي هو واحد الكريم اللي صراحه زوين بزاف، اللي كيوحد اللون ديال البشره، تيحيد داك البقع، تيحيد الزروقيه، كيحيد الاثار ديال الحبوب، كيحيد لك دوك الخطوط الرقيقه اللي كيكونوا يعني تجاعيد مبكره. زوين بزاف البنات، يعني ما شي حاجات اللي كيكونوا هكا عندنا في الدار نستغلوهم. دابا كناخذوا واحد شويه ديال الماء، يعني قليل من الماء، وتنضيفوا ليه واحد الملعقه كبيره ديال النشا تكون عامره. انا بالنسبه للكميه ديال الماء غير القياس اللي غيدوب فيه النشا، يعني ما كنديروش كميه كثيره، لان النشا ما خصناش نضيفوه على هذا الماء ديال الشيبه وهو سخون، غادي كامل داك النشا يتكور وبالتالي غتخسر لينا الوصفه. المهم غادي نذوب هاد النشا كما كتشوفوا معايا حتى ما يبقاوش لينا دوك الكويرات اولا دوك التكتلات، وغنضيفوه على داك الماء ديال الشيبه، اولا غناخذوا داك الماء ديال الشيبه وغنضيفوه يعني على هاد النشا. كما كتشوفوا معايا هو دابا داب ليا مزيان هاد النشا،
صافي كناخدو كيما قلت لكم هاد الماء ديال الشيبة وكنضيفوه ونخلطو مزيان قبل ما نوضعو هاد الخليط على النار. يعني نخلطو داك النشا ونضيفو عليه هاد الماء ديال الشيبة ونخلطو مزيان عاد باش نوضعو على النار هكا باش الكريم يجينا مزيان. وغادا ندير هاد المكونات على النار حتى يولي ليا الخليط على شكل كريم. يعني ضروري من التحريك المستمر، ما تغفلوش على هذا الخليط توضعوه على النار وتتلهوا مع شي حاجه. ضروري خصكم تبقاو قاطين داك الاناء اللي غتوضعوا فيه هاد الوصفه وتبقاو كتحركوا باستمرار حتى تحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل. كما كتشوفوا معايا هنا راه باقي سخون بزاف، هو كما كتشوفوا بدا كيتقال هنا كيجينا بحال هكا. غنخليوه حتى يبرد باش يولي لينا على شكل كريم، وغتشوفوا معايا كيفاش غادي يولي، لان ما خصناش نكثروا النشا، غادي يجي داك الخليط عاقد بزاف وبالتالي ما يمكنش لينا نستعملوه للجسم ديالنا والبشره ديالنا، يعني غيعقد بزاف ما يبقاش صالح للاستعمال. غنخليوه يبرد واحد شويه وغنرجع معاكم باش تشوفوا معايا كيفاش غادي يولي، ونكملوا ان شاء الله الوصفه ديالنا. وخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي تستعملوا ان شاء الله هذه الوصفه. هذه هنا من بعد ما برد كما كتشوفوا، ماشي برد برد يعني 100%، وانما خليته هنايا واحد 8 دقائق هكا. كما كتشوفوا معايا راه بدا كيتقال داك الخليط، يعني بدا كيتقال مبقاش كي كان، وملي كيبرد اكثر راه تيولي على شكل كريم. دابا غادي ناخدو شي حك ديال شي كريم اللي تيكون خاوي عندنا في الدار، يكون نقي، من احسن يكون ديال الزاج ويكون مغسول مزيان ومنشف، وغنوضعو فيه الكريم ديالنا. انا عندي هذا الحك صغير صراحه، غادي ندير فيه هنايا، واللي بقى ليا غادي نعاود نديرو في شي حاجه اخرى يعني باش نحتفظ بهذا الكريم ديالي. كيجي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وضروري تكون شي حاجه اللي كتسد، يعني تغلقوا على الكريم باش هكا ما يخسرش ليكم في الثلاجه وكيبقى صالح للاستعمال لمده اسبوع، يعني اسبوع تبقاو كتستعملوه. وغندوزو دابا تشوفوا معايا كيفاش غادي نخلطوا هاد الكريم، يعني كيفاش غادي نحضروه، يعني كيفاش غنخلطوه باش نستعملوه او نابليكيو على البشره ديالنا. هنا غير الاشاره فقط، اللي بغات دير هاد الكريم هكذا على البشره ديالها ممكن، ما كاينش المشكل. مي انا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي كنستعملو انا. تناخذوا الكميه اللي غتقدنا من طبيعه الحال. انا غناخذ هنايا واحد الكميه كنديروها في شي زليفه بهذا الشكل هذا، من بعد ما كناخذوا ديك الكميه اللي غادي نستعملوها على حسب انتي وشنو غتستعملي، واش وجهك واش عنقك واش جسمك، يعني على حسب كتاخدي الكميه اللي غتقدك. من بعد غادي ناخذوا جيل ديال لالويفيرا. هذا الجيل ديال لالويفيرا صراحه زوين بزاف البنات، يعني تستعملوه في لي ماسك، تستعملوه يعني بزاف، عنده بزاف استعمالات يعني بالنسبه يعني لهكا في لي ماسك زوين بزاف، و يعني كيعطي واحد النتيجه زوينه يعني بالنسبه يعني للبشره زوين بزاف. انا غنستعمل منه واحد المعلقه صغيره كما غادي تشوفوا معايا. كاين يعني كيتباع في البارافارماسي، كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى، يعني فيما مشيتو غادي تلقاوه، ولكن راه زوين بزاف البنات، يعني تستعملوه في لي ماسك زوين بزاف للبشره. كما كتشوفوا معايا غناخذ واحد الملعقه صغيره وغادي نخلط هاد الماسك ديالي مزيان، نخلطو حتى يندمج ليا. هنا غتقولوا ليا بالنسبه اللي ما عندهاش هاد الجيل ديال لالويفيرا مش ممكن تعوضوه، عوضوه بزيت جوز الهند او لا عوضوه بزبده الشيا الى عندكم، او لا زيت اللوز، مهم اي حاجه عندكم، يعني مرطبه شي زيت مرطب شي اي حاجه يعني غادي تضيفوها. كيف ما قلت لكم الزيوت المرطبه زيوت اللي يعني كتحارب التجاعيد ممكن ديروا منها هنايا شويه، كذلك ممكن ديروا واحد الكبسوله ديال لا فيتامين او الا كان عندكم متوفر لكم، ممكن ديروه عوض ما تستعملوا جيل ديال لالويفيرا وهو يعني الا كان يعني ما عندكمش. من بعد غناخذ هنا قطرات من زيت الورد، تيبقى اختياري يعني كما قلت لكم هاد الاضافات اختياريين، كل وحده غدير داكشي توظف داكشي اللي عندها. ماشي ما عندكش ما غاديش ديري الماسك، لا غادي ديري اختي، وكاين بزاف باش غتعوضي، كاين بزاف د الحوايج اللي مزيانين للبشره مثل يعني الزيوت اللي ذكرت لكم
بحال يعني واحد المعلقه ديال العسل، معلقه العسل، يعني اي حاجه عندك مرطبه البشره غضيفي من تضيفي منها واحد المعلقه صغيره. اولا كما قلت لكم لا فيتامين او حتى هو مزيان، دير واحد الكبسوله ديال لا فيتامين او حتى هو مزيان ديري في هذه الوصفه. صافي غنخلطوا مزيان هذه الوصفه ديالنا كما كتشوفوا معايا. انا درت هنايا الزيت ديال الورد زوين صراحه، ودرت حتى الزيت ديال بذور العنب اللي هو زيت كيحارب الشيخوخه، تيحافظ لك على الشباب ديال البشره ديالك. وهادو اختياريين، هم هادو بثلاثه اختياريين، يعني داك الزيوت بجوج والجيل ديال الالوفيرا هادو اختياريين، ممكن تعوضهم داكشي اللي عندكم. ثم من بعد نطبقوا هاد الماسك على البشره ديالنا، على العنق، على اليدين، اي مكان في الجسم ديالك غتابليكي عليه هاد الوصفه، وغادي تخليها واحد المده ديال 20 دقيقه، ومن بعد تغسلي بالماء يكون دافي، وتستعملي واحد الماء من بعد يكون بارد. هكا البشره غادي تعطيها واحد ليكلا، تعطيها التفتيح، كذلك تحيد يعني ليطاج، البقع، التجاعيد، يعني كتجبد هاد الوصفه البشره. ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. بالنسبه لشحال من مره غديروها بشكل يومي، يعني يوميا غادي ديروها، وداك الكريم غتحتفظوا به في الثلاجه كيبقى صالح لمده اسبوع، يعني اسبوع وانتم كتستعملوا هذه الوصفه هذه، يعني غتبقاو غير تجبدوها، تاخذوا القياس وتخلطوه وتستعملوه بصحه والراحه لكم بيدات ديالي. كنتمنى ان شاء الله ان هذه الوصفه هذه تعجبكم، وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. غنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده، مع فيديو جديد، ومع السلامه في امان الله.